الحكومة بوزرائها مش بيشتغلوا لوحدهم كده، ولا بيكونوا بس خاضعين للأجهزة الرقابية في الدولة. من أهم أدوار مجلس النواب إنه يراقب على السلطة التنفيذية زي أي بلد ديمقراطية، بكده يبقى الشعب بيتابع عمل الحكومة وبيصحح المسار أول بأول من خلال المسألات والاستجوابات أو حتى طلبات الإحاطة. الرقابة هنا هدفها تحسين الأداء، وهدفها إن لما يكون المواطن عنده مشكلة بسبب قرار من قرارات الحكومة يقدر النائب اللي بيمثل دايرته يوصل صوته للمسؤول. الرقابة مسؤولية كبيرة بيتحملها المجلس اللي اخترته بصوتك عشان يحمي حقوقك. صوتك ومشاركتك كانت البداية لمستقبل أفضل.